السلام عليكم. دلوقتي هشوف ازاي نضيف القائمة اللي فوق البرنامج بتاعي. فهاجي هنا هفتح برنامج جديد، اختار ويندوز فورم ابلكيشن واقول له اوكي، سيف لا مش هيسيف. طيب هاجي هنا من القوائم اللي في الجنب دي ذات سورس، واقول له انا عايز منيو بالشكل ده. طيب المنيو هنا اقول له فايل، وهنا اقول له مثلا اوبن او نيو اوبن، وهنا اقول له مثلا كلوز. طيب عايز احط فورمه جديده هنا، فهاجي هنا اقول له انا عايز اد نيو ايتم، واقول له انا عايز اضيف حاجه ويندوز فورم. نرجع بقى فورم 1، عايز اقول له من فايل اوبن، اروح داس مرتين هنا عشان يفتح لي القائمه دي، فاقول له انا عندي فورم اسمها فورم 2. هديها اسم مثلا دلوقتي مؤقت اكس بتساوي نيو فورم 2، واروح من بيها قوسين واديها سيمي كولون في الاخر. بعد كده هاجي هنا هقول له اكس دوت شو دايروك، وديها القوسين بتوعك واقفل السيمي كولون. طيب بعد كده هاجي بقى لفورم 1 هنا واقول له كلوز، واقول له this dot close. تمام، تعالى نجرب البرنامج. اقول له F5، افتح لي الشاشه، اقول له فايل، اقول له اوبن، يبدا يفتح لي فورم 2 بالشكل ده. اجي بعد كده اقفلها، اروح لفايل كلوز، يروح قفل لي البرنامج.